التزم العراق نفسه بعدد من العهود والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وخصوصا المرأة والطفل، لكن بعض تلك العهود والمواثيق الرئيسية يمكن أن تنقذ مساعي تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 59. العراق عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حقوق الإنسان الأساسية والحريات المدنية والسياسية، وتشمل حقوق الأفراد في المجالات العائلية والشخصية فضلاً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن العراق طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القضايا بما في ذلك الأحوال الشخصية، إلى جانب اتفاقية أخرى في حقوق الطفل تنص على حمايته. هذه المواثيق تفرض على الدول الأعضاء اتخاذ خطوات لضمان التزام قوانينها الداخلية بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، لذا فإن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يجب أن يتماشى مع المبادئ الواردة في العهود والاتفاقيات. أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية النيابية صرحوا بتلقي العراق تهديداً من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه وخفض مستوى العلاقات معه حال تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يمس حقوق المرأة والطفل الأساسية، ويمكن لهذه العقوبات أن تفرض على أي دولة تخل بمبادئ التكتل الأوروبي الأساسية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين بعد عمليات تقييم أو تحليل دقيق، وتتبعها أيضا إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية. قد يستغنى عن فرض العقوبات عبر عمليات تفاوض وتفضي إلى تسوية. يمكن للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على العراق مثل تقييد التجارة وحظر استيراد أو تصدير بعض السلع فضلاً عن تجميد أصول معينة لأفراد وكيانات وحظر التعاملات المالية معها وعرقلة تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد أو وضع قيود على التعاون الدولي كتعليق المساعدات المالية والتنموية الموجهة إلى العراق فضلاً عن تقليص مستوى التعاون في المجالات الثقافية أو التعليمية.